اهلا بيكم. النهارده احنا في شوارع القاهره معايا اصحابي. النهارده احنا هنخرج في وسط البلد، فيلا بينا. ياسو يوسف ايوب، ايه يا جماعه عاملين ايه؟ الحمد لله. مشوار من المقطم صح؟ اه. زهران مدينه مصر. لا يا عم مش للدرجات. انا عايز اسال سؤال بس، حد بيفطر كشري على الصبح؟ انا كشري غريب. لا وايه؟ من بلبن. انا اعرف ناس بتفطر بيض، بتفطر فول، طعميه. كل يا اخويا، كل يا اخويا، حش هم يا جمل. بالظبط قدامي 30 ثانيه، لو ما كنتش ضارب الطبق ده وربنا يحميه اللي بيفطر هاخده منك وخلاص وامشي. انت حر بقى. 2 seconds later. بقول لك ايه، كمل. والله لا 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 والله ما قادر. طب احنا وصلنا التحرير خلاص. ماشي، هنتصور كام صورة؟ ونطلع على المترو. تحبوا نطلع فين يا رجالة؟ غمرة عشان ناكل سندوتشات يا اسطى. غمرة عشان ناكل سندوتشات يا اسطى؟ ماشي انا ما عنديش مانع. يلا نطلع على غمرة. بس ده طبعا بعد ما نتصور يعني. اول مره اعرف ان الشاي طعمه غريب، تصدق احنا نملنا في القعده. يعني الساعه دلوقتي بنتكلم 3:46 دقيقه، وده بص نمل خالص. ولا انا لسه قاعدين شويه، يعني احنا قاعدين من الساعه كام يا جماعه؟ الساعه 2. يوسف ايمن مشي يا جماعه عشان التمرين. اخس ايه؟ اخس ماشي. ده ياسين يا جماعه، ما تقلقوش. يلا هنركب ونروح وسط البلد. يلا قررنا ان احنا نعدي على محل تفويله، وده محل سندوتشات بارده. نعدي من عنده ونجيب حاجه من عنده، لان احنا قعدنا في القهوه كتير الصراحه. وانا نسيت اقول لكم ان احنا طلبنا معلم. مش عارف فلقته ولا ايه بالظبط. جعان عايز ياكل. ناكل ونقول لكم راينا. يجي منه؟ اه. انا بقول برضو يجي منه جامد. شكل كمية الدهن هيلثي فات ازاي ده؟ تقييم عشرة تسعة. في اكل، احنا اكلنا كتير. احنا اكلنا كتير. يلا بينا نطلع على الزمالك، احنا هنتمشى لنا شويه حلوه، حبه حلوين بقى. التمارين لعضله الجو لاين، ده التمارين بالنسبه له لعضله الجو لاين هي الميوينج. احنا قررنا نستريح شويه. ايه يا اسطى؟ طب قول لي يا اسطى، طيب في ايه؟ طيب طب يا اسطى، يعني مع الامور. طيب ماشي.
بقول لك ايه يا اسطى، احساسك ايه بعد ما مشيتك حتى الان ما يقارب التسعة كيلو؟ حلو موجع في نفس الوقت، بتحس بجلد زاد. انا ممشي لحد دلوقتي يعني يا جماعه فوق التسعة كيلو، هو ما يقارب التسعة كيلو، ممشي 12000 خطوه حتى الان. 12000 خطوه. حابب اقول لك ان انا بتمشى 22000 خطوه بس في الجيب يا اسطى والله. في الجيب. صباح الخير. في الحقيقه انا ما عرفتش اصور باقي اليوم من امبارح، احنا اتمشينا كتير قوي. بعد ما صديقنا يوسف ايمن مشي يعني اتمشينا لحد الزمالك، وعارف ان في واحد هيجي يقول لي دي مسافه كبيره جدا يعني ان انت تتمشاها، يعني هقول له لا يعني مش مسافه، احنا يعني ما تمشيناش يعني الحاجات الاوفر قوي يعني. هعرض لكم من هنا يعني احنا اتمشينا قد ايه بالظبط. المهم احنا نازلين تاني طبعا، بس المره دي احنا نازلين الزمالك مع ناس تانية كانوا اصدقاء عمل ليا وانا شغال في التصوير. نصلي ونفطر ونتكل على الله، نلبس اللبس زي بتاع امبارح كده بالظبط، هو نفس لبس امبارح، بس الاختلاف بس ان انا هجدد القميص بس. يلا The final reveal نفس اللبس بتاع امبارح يعني يعتبر. يلا نروح المترو. انا مش عارف انا هبطل ليه. Soy presidente del Real Madrid. Luis Figo será jugador del Real Madrid. اسفيت اخويا تعالى وصلنا يا جماعه، كل ده علشان نشوت الاستاذ ده بس. جبت المينولتا معايا، المينولتا في الشنطه. انت هتشوت بقى ما كده كده، ما انا هتشوت برضه. هنشوت معاك، هنشوت. ايوه هنشوت. ايه عامل ايه؟ سيبها زي ما هي كده، امسك. ايوه استنى كده. طبعا ما يعرفش انا قديم قوي في الشغلانه. ايه ده؟ ده الفيلم. ده الفيلم يا جدع. اه والله يا راجل. طيب احنا دلوقتي في شارع النيل صح؟ شارع النيل. شارع النيل يا شارع النيل. برج القاهرة. خدنا كام صورة جامدين برضو. لو حابب تشوف الصور خش على انستجرام وما تنساش تعمل لي فولو. تمام. ميدان التحرير بعد تمشية كبيرة قوي.
كل ده عمالين نمشي بنصور بس. الضابط كان هيجي لنا دلوقتي. الضابط كان هيجي لنا. طب كنت رفعت الكاميرا كنا رحنا في كلبوش. عرفتوا ليه ساعات ما بحبش التصوير؟ احنا عايزين ناكل يلا نروح. اكلنا. ايه اخبار يا شباب؟ يا باشا انا اتصورت صور جوب بالطول. عايزين ناكل يرسي مصري عشان المقاطعة اهم شيء في حياتنا. اهم شيء في حياتنا المقاطعة. هو المشكلة ان انتوا يعني لو كنتوا جيتوا في نقطة نقاش كده احنا حرفيا كنا بنتكلم في باشا. ده مش مقاطع. ايوه انا مش مقاطع. مهم احنا كنا عايزين ماكسي. السلام عليكم. هو في ماكسي هنا؟ كام؟ ماشي 13. وايه ده؟ بديل بيبسي المصري ماكسي. ماشي. بس افتكرت هو افتكروا زهينة ميكس. افتكروا زهينة ميكس. انا نسيت زهينة ميكس ده خالص. هو اللي جربه مش حلو بقى تحفة. بديل البيبسي الدايت كمان مش بيبسي كمان. احنا في مصر بنعمل حاجات دايت. بقينا في مصر بنعمل حاجات دايت. بص هي افتر تيست بتاعها بيدي على جيلي كولا. حلو ده زي اقول لك عارف بوليس كيتشن كان منزلين الكريم سودا ده. الكريم سودا. لا الكريم سودا ده كان دواء كح. انا جربته. لا بس هو جيلي كولا. وش هو جيلي كولا فعلا. وبيبسي الجديد منزلين. خلي بالك انا ما شربتش بيبسي من ساعه المقطع لان ما بحبوش اصلا عامه. بس ايه طب لا صدقني ما شربتش بيبسي من ساعه المقطع. بس ايه دقت من اصدقائي اللي في المدرسه بيجيبوا كده كده عادي. ما عنديش حد في المدرسه مقطع. ماشي مدرسه كلها يهود يعني ما شاء الله بقيت في درجاته. فالمهم يعني ايه جربت اللي هو الجديد ده. في واحد منزلين كريم سودا جديد اطعمه جديده. مش عارف شفت الحوار ده؟ انا شفته. طعمه جيلي كولا. جيلي كولا كانك بتشرب جيلي كولا حرفيا. يعني الحمد لله يعني العيب ما كانش فيا مثلا او العيب ما كانش في البتاعه عشان كنت عايز احلل بس ال 20 جنيه اللي انا دفعتها في البتاع ده. بس البلد دي فيها نسبه بدل كتير قوي. بدل كتير قوي. بس انا ليه يعني انا لو عايز اشتري بدل اجيلك بالظبط. انت مش محتاج تجيله. بيسحبك من على الشارع. لا ده بيجيب. اصل انا احب اقول لك عايز بدل يا عم. مش عايز يا عم. انت هتطلع معاه دور ايه مثلا؟ ايوه انا عارف. طب زي شقه كده. كانت ماكسي دي كانت بسبعه. لما لقيته بيقول لي 13 هي غلت قوي كده. مش انت عصب اهو يا عم. عايز عصب يعني؟ يلا بينا. عايز اي حاجه اشرب. عمر فين؟ محمد عمر. حلو يا عم. الحق بقى شوف احنا نجيب قصب وخلاص. بالنسبه للبن ده بالنسبه لي بعد ابويا على طول. انا بحب الموز باللبن بس مش للدرجه دي. بحب الموز عامه يعني حاجه سهله وطعمها حلو وتدي طاقه في التمرين وحاجه يعني في حاجه تانية عشان ما تحبهاش. بسم الله. ايه ده؟ مكتبة مدبولي. مش ممكن ده يبقى ابو. جن. مين؟ قعدت معاك في المدرسة. اوكي. سلام يا اخويا. شكرا يا جو. يلا بينا. صباح الخير. النهارده الاثنين المفروض ان انا رايح الجامعه بس انا لسه ما فطرتش. المره دي انا رايح متاخر علشان ما فيش حاجه اصلا تتشرح.
انا رايح اصلا اخد الكرنيه واروح، او تقدروا تقولوا الصراحه انا برضو رايح علشان اشوف برضو المحاضره اللي علينا ايه. الصراحه برضو يعني النهارده هي هندسه مدني، حاجه اسمها هندسه مدنيه او الاستراكشر، يعني احنا بناخد برضو في كهرباء حاجه برضو اسمها استراكشر، مش عارف دي ايه علاقتها بس لازم ناخدها. يعني احنا ما فطرناش طبعا، انا عارف ان انتم مستغربين المكان. احنا نعمل لنا الفطار ونعمل كوبايه الشاي بتاعتنا، لان للاسف هنا مفيش قهوه فهنعمل شاي. ننزل بقى. طيب انا عملت الفطار خلاص، فضلوا معايا بدل القهوه كوبايه شاي. طبعا حته ان انت تبقى عايش لوحدك دي طبعا انت بتلم بقى كل حاجه، يعني في الحقيقه دي مش اول مره يعني كنت عايش فيها لوحدي، يعني بالشكل ده. وانا اكشلي معايا ابن عمي، بس مش اول مره عايش لوحدي، يعني انا عشت لوحدي قبل كده وقت ما الحاجة توفت يعني الله يرحمه. احنا كده رايحين المترو، الساعة 9 اصلا دلوقتي. اقرب محطة لينا هي محطة عبدو باشا، فهنركب لها دلوقتي. طبعا ما نسيناهاش زي الفيديو اللي فات. عملنا الكرنيه الجديد خلاص. طيب هو حصل عكس ما احنا كنا متوقعين، او عكس ما انا كنت متوقع، بس انا مبسوط. عرفت ان هو جمع الجروبين يعني على بعض يعني. ماشي يا عم، اسلام يا جماعه، تعال خد تعال. انت الفلوجات بتاعتك. احنا وقت على واحد. ماشي الحال. ماشي يا عم، شكري استاذ. ماشي، سلام سلام. طيب هو الموضوع كان مشي اوت اوف كونتكست يعني. احنا كان انا عندي ماده دلوقتي كان اسمها ستراكشر، الدكتور راح جاي جامع الجروبين على بعض، وانا لسه وقتها يعني ما كنتش جيت يعني وكده. انا اصلا كنت جاي علشان اخد الكرنيه، وكان اوبشنال ان انا احضر المحاضره، بس يعني هو اتكلم عن السبورتس والحاجات اللي زي كده، حاجات يعني احنا خدناها في ميكانكس يعني لما كنا في اعدادي يعني. المواد اللي علينا 7، والمواد اللي انا سجلت فيها 7 يعني. المهم انا كده يعتبر ملهاش لازمة يعني، فاهمين قصدي؟ فانا كده بالشكل ده مضطر ان انا اروح، انا ما عنديش حاجة اعملها يعني. حضرت مشوار ملوش اي 30 لازمة، كل ده علشان استلم الكرنيه بس، وانا اللي كنت فاكر ان في محاضرة واضم الجروبين على بعض. مشكلة انا مش عارف بقى هل في دلوقتي مواصلات تروحني ولا لا، شكلي هقضيها بقى في الجامعة. طيبين يا جماعه، بمناسبه رمضان خلاص، شهر رمضان قرب. فين اللي جبتها؟ حيث ان
ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا دليل فالذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظر يا مولك هذا نام هنطلع ننام دلوقتي. مساء الخير ويلا ننزل نروح خروجة كده في زرع مدينة مصر نخرج مع أصحابنا النهاردة. وصلت الزهراء مع الشباب بقى دنيا ظلمة أصحاب والله. هلو جايز افتح لك فلاش. افتح الفلاش. دنيا ظلمة قوي. هلو خوشو وشيف انا اخوك كريم وعندي مكنه 250. يا رب تجمعولي بالله عليكم عشان عايز اجيب ريس واحد ابوك. مين اللي حضر؟ خد اسف. مين اللي بيقول لك مين اللي حضر؟ انا اللي هقول. قررت ان انا اروح علشان كان عندي تاني. كان نفسي اكمل التصوير بس ما عرفتش فانا هنهي الفلوج لحد ما. كان نفسي الصراحه اوريكم اللي انا عملته برده الاسبوع. كان اسبوع ممتع الصراحه بس للاسف ما عرفتش. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. معكم